بسم الله الرحمن الرحيم، بنستكمل المحاضرات بتاعتنا الخاصة بمادة سيجنال اناليسيز اند سيستم. بنكمل في الجزئية بتاعت الفوريير ترانسفورم. احنا طبعا خدنا في المحاضرة اللي فاتت الفوريير ترانسفورم الخاصة بالنون بريودك سيجنال. النهاردة هناخد الفوريير ترانسفورم الخاصة بالبريودك كونتينيوس سيجنال. وطبعا احنا كل شغلنا كان على كونتينيوس سيجنال، هناخد بقى الكلام على الديسكريت بعد كده، يعني كده بحيث ان احنا ننهي الكلام على فورير ترانسفورم كامله. خلاص، وهيبقى فاضل لنا حته صغيره على حاجه اسمها السامبلنج، هنشرحها في بدايه المحاضره اللي جايه في الاونلاين، وبعد كده هنعمل كل مراجعات. طيب تعال نشوف كده، نفتكر مع بعض ايه الكلام اللي قلناه. احنا عندنا فورير ترانسفورم منقسم الى كونتينوس تايم سيجنال وديسكريت تايم سيجنال. الكونتينوس احنا خدنا النون بريودك، فاضل لنا البريودك، يعني البريودك سيجنال بنحسب لها ايضا فورير ترانسفورم. فورير ترانسفورم دي بتتحسب للبريودك والنون بريودك، انما فورير سيريس للبريودك فقط. ده الفرق. هنا في فورير ترانسفورم، في كونتينوس سيجنال وفي ديسكريت. الكونتينوس فيها نون بريودك وفيها بريودك. احنا خلصنا الجزء بتاع النون بريودك اللي هو الجزء الكونتينوس النون بريودك. فاضل لنا البريودك، هنشرحه دلوقتي، وبعد كده نتكلم على الديسكريت بسرعه، النون بريودك والبريودك. الفورير ترانسفورم طبعا. الموضوع بسيط جدا. حضرتك لو السيجنال بريودك سيجنال وطلب من سيادتك فورير ترانسفورم مش فورير سيريز، حضرتك كل ما عليك انت بتفترض السيجنال بتاعتك اكس اوف جي اوميجا هي عباره عن 2 باي دلتا اوف اوميجا ناقص اوميجا نوت. احنا بص كده بيقول لك ايه عشان نبقى برضو الموضوع ظاهر بالنسبه لنا، احنا ممكن ننشئ الفورير ترانسفورم. لو سمحت يا دكتور. ايوه اتفضل. هو حضرتك التسجيل شغال؟ شغال، التسجيل شغال. تمام ماشي. ممكن ان احنا ننشئ فورير ترانسفورم بتاع البريودك سيجنال دايركتلي من الفورير سيريس ريبريزنتيشن، يعني انا عندي فورير سيريس، واحد يقول لي ايه ده؟ انا اجيب فورير سيريس الاول؟ ايوه، مش هي بريودك؟ يبقى تقدر تجيب لها فورير سيريس. حضرتك هتجيب الفورير سيريس بتاعها، بعدين بيقول لك الريزلتنج فورير ترانسفورم بيتكون من ترين مجموعه من الامبلس في الفريكونسي دومين ويز ويت اوف امبلس بروبورشنال متناسب مع فورير سيريس. يعني حضرتك الفورير ترانسفورم ليه علاقه بمين؟ بفورير سيريس اللي حضرتك جبته. يعني حضرتك بتجيب الاول مين؟ فورير سيريز. بعد ما تجيب فورير سيريز تعمل ايه؟ هتعوض بيه عشان تجيب فورير ايه؟ فورير ترانسفورم. ده اللي انا عايزك توصل له. سيبك من المعادلات اللي قدامك، عشان ايه؟ احنا هوصل للمعادله بدل ما نثبت، انا ده اللي بقلله عليك، ان انا مش عايز اثباتات. ان فورير ترانسفورم عباره عن ايه؟ سميشن، يعني مجموع 2 باي اي كي ال اي كي دي الكوفيشنتس اللي حضرتك جبتها من فورير سيريز في دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نوت بس. يعني حضرتك هتجيب فورير سيريز الاول وهتعوض في المعادله اللي تحت، جدع جبت فورير ايه؟ الفورير ترانسفورم بتاعك اللي هو اكس اوف جي اوميجا. يبقى اذا انا بص للسؤال، لو السيجنال نون بريودك هشتغل على المحاضره السابقه اللي فاتت، لو السيجنال بريودك هجيب فورير سيريس الاول وبعدين اعوض في المعادله اللي عندي بتاعت السميشن بتاعت 2 باي اي كي دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نوت، هي دي اللي تجيب لي مين؟ الفورير ترانسفورم. تمام؟ طبعا كده هو يعني ايه؟ عايز اشوف اكزامبل عشان يوضح هذا الكلام. ساين اوميجا نوت تي، على فكره انا في فيديو كده صغير كان حوالي 5-6 دقائق شرحت ازاي تجيب فورير سيريال للساين اوميجا نوت تي. اول خطوه الساين اوميجا نوت تي تقدر تعبر عنها بدلاله الاكسبوننشال ولا لا؟ ها حد يرد عليا؟ تقدر ولا ما تقدرش؟ ها ايه قلت؟ ايوه نقدر. حضرتك المعاملات هي واحد على 2 جي و واحد على جي. الله ينور عليك. يبقى 1 على 2 جي في اي اس جي اوميجا نوت تي، و سالب 1 على 2 جي اي اس سالب جي اوميجا نوت تي. يبقى انا عندي كام؟ اي 1 واي سالب 1. الكي بتاعتي يعني اي 1 واي سالب 1، واحده 1 على 2 جي وواحده سالب 1 على 2 جي. وشرحت محاضره بالتفصيل في اليوتيوب
لساين اوميجا نوت تي دي بالقلم، وكتب كاتب فيها لو حد يرجع لي هذه المحاضره ممكن بعد المحاضره مباشره ابعت لك هذه المحاضره، هبعتها لك. حاضر، عشان بس واحد يقول انا مش لاقيها، اليوتيوب فيه فيديوهات كتير، نريحك ونبعتها. طب حضرتك جبت الكوفيشنز، خلاص جبت فوريير سيريس، نعمل ايه؟ يبقى انا لما اطلب منك فوريير ترانسفورم بتاع بريودك سيجنال لازم اول خطوه تجيب فوريير سيريس بتاع البريودك سيجنال، وبعدين تجيب فوريير ترانسفورم. طب فوريير ترانسفورم بيساوي ايه؟ 2 باي اي كي في دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نوت. يعني ايه هذا الكلام؟ 2 باي في اي كي، اي كي اللي هي بكام يا جماعه؟ اللي هي ادي الاي 1 واحد على 2 جي دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نوت. طب الكي بكام؟ قلنا اي 1 يبقى الكي ب 1 يبقى دلتا اوف اوميجا ناقص اوميجا نوت. في حد بيقول الصوت بيقطع، هل الصوت بيقطع يا جماعه معاكم؟ ان الصوت واضح ولا فيش مشكله؟ الصوت حاجه بسيطه وارجع تاني. طب تمام، يبقى دلوقتي 2 باي اي كي اللي هي اي 1 في دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نوت، دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نود يعني ناقص واحد، اي 1 دلتا اوف اوميجا ناقص كي الكي ب 1 يبقى ناقص اوميجا نود. طب عندي ايه ثانيه؟ اي سالب 1، يبقى في ترم ثاني 2 باي في الاي سالب 1، اي سالب 1 بسالب 1 على 2 جي، فظهرت اهي سالب 1 على 2 جي دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نود، الكي بكام؟ بسالب 1، يبقى دلتا اوف اوميجا ناقص ناقص واحد يعني بقت زائد واحد، شايفين زائد واحد اهي؟ يعني زائد اوميجا نوت. يعني حضرتك اهي عشان برضه اجيب لك القلم عشان ما يبقاش لك حجه. يعني اي 1 في دلتا اوف اوميجا ناقص الايه؟ اي 1 يبقى ب 1 ناقص اوميجا نوت زائد ايه هي اللي كانت عندي سالب 1 دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نود يعني زائد اوميجا نود ناقص ناقص واحد. حلو، الاي 1 بكام؟ بواحد على 2 جي، وخلي بالك ما تنساش 2 باي اللي مضروبه فيهم، في 2 باي مضروبه في الترمين دول، 2 باي مضروبه في السمشن، يبقى في هنا 2 باي وفي هنا 2 باي بس، فيبقى 2 باي في 1 على 2 جي مره، و2 باي في سالب 1 على 2 جي مره، بعد كده اختصرتها شويه اهي، ورسمت هذا الشكل اجينست الاوميجا. كوساين اوميجا نوت اجيب فورير سيريز، شرحتها في محاضره على اليوتيوب، هبعتها لك، فيها الكوساين وفيها الساين. كويس انها اتشرحت عشان برضو ايه؟ عشان الناس ما يبقاش ليها حجه. انا ممكن ابعتها لك دلوقتي حالا اهو وانا شغال معاك عشان ايه ما انساش، اللي هي المحاضره الخاصه بالجزئيه بتاعه ازاي الكوساين اوميجا نود والساين اوميجا نود. نجيب الفيديوهات بس دقيقه واحده كده اجيبها لك اهي، ادي الفيديو اهو ده عليه 25 مشاهده، يعني في ناس ممكن تكونوا شفتوه. ادي واتساب فين سيجنال اناليسيس اند سيستمز، دقيقة واحدة كده ببعت بس ال اهي اهي، بعت لك محاضرة فيديو دلوقتي على الجروب بتاعك بتاع الواتس، الكوساين والساين ازاي جبت لهم الفوريير سيريس بالورقة والقلم. حضرتك هتجيب ان الكوساين دي ليها ايه 1 بنص، ارجع للمحاضرة دي، وايه سالب 1 بنص. حضرتك هتقول 2 باي اي كي اللي هي نص في دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نود يعني ناقص ايه؟ ناقص واحد، يبقى ناقص ال1 اللي عندي يبقى ناقص اوميجا نود، زائد 2 باي اي كي اي سالب واحد بنص برضو اهي، حضرتك كتبت النص، دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نود الكي بسالب واحد يبقى سالب في سالب بموجب اصبحت زائد اوميجا نود. اختصرت بس الاثنين دي، شلتها مع الاثنين دي، بقت باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نود زائد باي دلتا اوف اوميجا زائد اوميجا نود، ورسمنا هذه الرسمه بالنسبه لنا اللي هي الخاصه. يبقى كده واحده
عند الاوميجا نود ارتفاعها باي، واحده عند سالب اوميجا نود ارتفاعها باي ضم باي. ده كده الفوريير الايه المفروض اللي هو الفوريير ترانسفورم. برضو لو عندي مجموعه من الدلتات اجيب الاول فوريير سيريس وبعدين اعوض فيها اجيب فوريير ترانسفورم عشان ما نقعدش نضيع الايه الوقت بتاعنا. كده احنا خلصنا الجزئيه بتاعت فوريير سيريس بالنسبه للكونتينوس تايم سيجنال النون بيريودك وبالنسبه للبيريودك. تعالى بقى ندخل على الديسكريت، في عندي نون بيريودك وفي عندي بيريودك، دول ما شرحناش حاجه فيهم لسه، هنشرح النون بيريودك وبعد كده البيريودك. تعالى برضو نفس الفكره اللي شرحناها، احنا قلنا ان النون بيريودك سيجنال نقدر نعتبره ان هو بيريودك بايه؟ البيريود بتاعتنا رايحه لفين؟ لما لا نهاية، الكلام القديم اللي احنا قلناه. يعني حضرتك ادي دي سيجنال اهي، دي نون بيريودك، لكن دي بيريودك عماله بتتكرر، هي ديسكريت عماله بتتكرر كل ان، فاللي فوق هي اللي تحت بس الان بتاعتها رايحه لما لا نهاية. فاجيب القوانين بقى بتاعتي، طبعا مش عليا الاثبات، ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. طبعا ماده الديجيتال سيجنال بروسيسنج هتاخد الجزئيه دي تاني بالتفصيل اكتر من كده، بس مفيش ما يمنع ان احنا هناخدها بشكل مبسط قوي. ان الفريكوانسي دومين فورير ترانسفورم بتاع الديسكريت سيجنال بيخضع لهذا القانون، سميشن من ان من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف ان في اي اس سالب جي اوميجا ان. تعالى بس نكتب القانونين، طبعا احنا كل ده اثباتات، انا هديك القانون بتاع الديسكريت تايم فورير ترانسفورم والانفرس بتاعه. الديسكريت يعني انا لو عندي سيجنال متعرفه في التايم دومين طلبت منك فورير ترانسفورم بتاعها، طالما هي ديسكريت بنقول ديسكريت تايم فورير ترانسفورم بيساوي ايه حضرتك؟ سميشن من ان من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف ان في اس سالب جي اوميجا ان. طب الانفرس زي ما كنا شرحناها في التايم، 1 على 2 باي تكامل على 2 باي، خلي بالك رغم انها ديسكريت فيها تكامل اكس اوف اي اس جي اوميجا في اي اس جي اوميجا ان دي اوميجا. يبقى ده الديسكريت تايم فورير ترانسفورم والانفرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. عامل لك كومباريزون ما بين الكونتينوس تايم والديسكريت تايم فورير ترانسفورم، على الشمال كاتب لك المعادلات الخاصه بديسكريت تايم فورير ترانسفورم اهي، اكس اوف ان 1 على 2 باي تكامل على 2 باي اكس اوف اي اس جي اوميجا في اي اس جي اوميجا ان، هي في التايم بس التكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، هنا التكامل على 2 باي. طب بالنسبه للفريكونسي دومين عايز احول لفريكونسي دومين، هنا سميشن اكس اوف ان في اس سالب جي اوميجا ان، هنا تكامل اكس اوف تي في اي اس سالب جي اوميجا تي دي تي. الكلام اللي على اليمين ده احنا خدناه قبل كده، الشمال ده الجديد فمشابه لي مجرد بس انا شغال على ديسكريت سيجنال. تعال نشوف اكزامبل، قال لي ايه اس ان يو اوف ان هات لها ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. ديسكريت تايم فورير ترانسفورم فين القانون اهو؟ الديسكريت تايم فورير ترانسفورم حضرتك قال لك ان اكس اوف اي اس جي اوميجا هعوض في القانون ده، هحول الفريكونسي دومين سميشن من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف ان في اس سالب جي اوميجا ان، يبقى ده اللي هعوض فيه. هنا قال لي ايه اس ان يو اوف ان، حضرتك هتعوض تكتب القانون الاول، يبقى اول خطوه كتبت القانون. انا بقول لك ان الفورير اول ما دخلنا في الفريكونسي دومين ميزته في ايه؟ ان حضرتك ليك قانون تكتبه وتعوض فيه، المهم تعوض فيه صح. فحضرتك القانون كتبته خدت عليه جزء من الدرجه، اهو القانون اكس اوف ان في اي اس سالب جي اوميجا ان سميشن من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، هو ده اللي مطلوب منك فورير ترانسفورم. طب اكس اوف ان السيجنال هل هي ممتده من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه؟ لو اتضربت في يو اوف ان بقت ليميتد من زيرو لما لا نهايه. واف اي اس ان في اي اس سالب جي اوميجا ان ممكن كل دي اخليها ايه؟ حاجه اس ان. يعني ايه اس ان؟ في اي اس سالب جي اوميجا ان حضرتك ممكن تكتبها لي كده، ايه في اي اس سالب جي اوميجا كل ده
اس ان. واضح؟ يبقى انت كده عملتها ايه؟ بقت دلوقتي اللي هي المتتابعه الهندسيه من صفر لما نهائي. المجموع بتاعها بيساوي ايه؟ خدناه كتير قبل كده لما اتكلمنا في الكونفليوجن، اللي هو عباره عن الترم الاول على واحد ناقص الترم اللي بتضرب فيه. فالترم الاول اللي هو انا اعوض عن الان بصفر، حاجه اس صفر يبقى بواحد، يبقى ده الترم الاول. على واحد ناقص الحاجة مضاعفات الحاجة اللي هي اي اي في اي اس سالب جي اوميجا، يبقى ده المجموع بتاعي بتاع الفوريير ترانسفورم بتاعي. يبقى انا عوضت في القانون، هي بس المشكلة انك تقدر تجيب هذا المجموع. يبقى ديت طبعا اي اس ان يو في ان، جبنا لها فوريير ترانسفورم اللي هي واحد على واحد ناقص اي في اي اس سالب جي اوميجا. طبعا نقدر نجيب لها ماجنتيود وفيز عشان نرسمها، مع ان يعني مش عايز ادقق معاك في الحته دي عشان فيها رياضه كتير، بس اكيد اوتوماتيك انت عارفها ان الماجنتيود عباره عن ماجنتيود اللي فوق على ماجنتيود اللي تحت. طب والفيز؟ فيز اللي فوق ناقص فيز اللي تحت. فحضرتك برضو بتجيبها الماجنتيود تجيبه ازاي؟ ماجنتيود الواحد بواحد. طب ماجنتيود اللي تحت واحد ناقص اف اي اس سالب جي اوميجا، شيل الاي اس سالب جي اوميجا حولها لكوساين اوميجا ناقص جي ساين اوميجا، بقى في عندك ريال بارت وفي ايماجينري بارت. الريال بارت تربيع زائد الايماجينري بارت تربيع تحت الجذر يديني الكلام ده. اللي مش فاهم اهو، انت عندك دي واحد ناقص الاي اي اس سالب جي اوميجا اللي هي عباره عن كوساين اوميجا ناقص جي ساين اوميجا. خلاص كده، كوساين الاوميجا ناقص جي ساين الاوميجا. يبقى دي عباره عن ايه لما تيجي تجيب لها الماجنتيود بتاعها؟ الماجنتيود بتاعها عباره عن الجزء، طبعا انت لازم تاخد تتكلم على الجزء ده كله كايه؟ كريال بارت. يعني طبعا هنا هيبقى واحد ناقص اي كوساين اوميجا ده الريال بارت، زائد اي جي زائد اي جي ساين اوميجا، يعني اي ساين اوميجا ده الايماجينري بارت. فحضرتك الجزء الريال بارت هيبقى واحد زائد اي كوساين اوميجا، كل ده تربيع، ده الريال بارت، زائد الاي تربيع. ثواني بس، دي ناقص، انا اسف، دي ناقص مش زائد، لان واحد ناقص اي كوساين اوميجا ناقص اي في ناقص جي، يبقى زائد اي جي. يبقى هنا دلوقتي ادي اي تربيع ساين تربيع الاوميجا، ده الجزء الايماجيني. حضرتك لما تيجي تفك دي هتبقى واحد زائد ايه تربيع كوساين تربيع اوميجا زائد ايه تربيع ساين تربيع اوميجا. لو خدت الايه تربيع مشترك مضروبه في كوساين تربيع زائد ساين تربيع، يعني ايه تربيع بس اهي، ناقص 2 ايه كوساين اوميجا اللي هي الميدل تيرم اللي احنا عارفينه اهي. يعني لما فكينا الجزء ده كله اهو، ده اداني الشكل ده. طبعا كل ده تحت الجذر، لان انا الماجنيتيود تحت الجذر بس. خلاص، يعني رياضه، انا بكلمك في رياضه يا جماعه. بنرسم بقى الماجنيتيود والفيز بتاعه. برضو سؤال تاني قال لك احسب لي فورير ترانسفورم بتاع الديسكريت تايم سيجنال، سيجنال اللي هي دلتا اوف ان المشهوره. سميشن، نكتب سميشن دلتا اوف ان في سالب جي اوميجا ان. لما بتعمل سميشن بتعوض عند الان بزيرو في الاكسبوننشال اللي جنبيها، هتعوض عن الان بزيرو في الاكسبوننشال تديني بواحد، وهي معروفه الدلتا الفوريير ترانسفورم بتاعها بايه؟ بواحد. دلتا اوف ان ماينس ان نوت، يبقى انت بدل ما بتعوض بالزيرو بتعوض بالان نوت في الاكسبوننشال، يبقى اي اس سالب جي اوميجا ان نوت اهي. جيب لها الماجنتيود والفيس بتاعها بكل بساطه. طب في ريكتانجولار بالس طلب من سيادتك حضرتك، قال لك احسب لي فورير ترانسفورم بتاعتها. حضرتك عشان تحسب فورير ترانسفورم بتاع حاجه زي كده بتعمل سميشن منين لمنين؟ سميشن من سالب ان 1 ل ان 1 ارتفاع بكام ب 1 في اي اس سالب جي اوميجا ان. حضرتك لما تيجي تعمل دي طبعا دي متتابعه هندسيه، دي من سالب، خلي بالك اصل السالب مش باين قوي سالب عشان عملته كده،
دي متتابعه هندسيه محدوده، بدايتها سالب ان 1 ونهايتها ان 1. فطبعا هتعوض فيها اللي هي السميشن بتاع المتتابعه الهندسيه، ارجع للسميشن بتاع المتتابعه الهندسيه اللي ليها بدايه وليها نهايه. مش لازم توصلي للاكسبريشن بتاع الساين ده عشان صعب عليك شويه. لو يعني تعبتك شويه للمساله دي حلها بايدك، اهو بقى انا هخليك انت تحل بايدك وطلع لي هذا الاكسبريشن. انا اديتك جه منين، طلعهولي ووريه لنا الاسبوع الجاي. ماشي؟ يعني الاكزامبل رقم 4 ده انا اديتك القانون ازاي تحول لساين، ده حول فيه هند. ماشي؟ البروبرتيز بقى اللي هي الخصائص المتشابهه اللي دايما بنتكلم عليها، البريوديستي، ان انا دلوقتي عندي طبعا البريوديستي يعني السيجنال لو بتتكرر، طبعا الديسكريت تايم فورير ترانسفورم بتبقى السيجنال اللي بتطلع بريودك. يعني خلي بالك، بص هنا دي بريودك، السيجنال اللي بتطلع معايا الاوتبوت دي زي ما تقول بريودك، بتتكرر في بريوديستي. فاكرين لما اتكلمنا على ديسكريت فورير سيريس، مش كانت فرقها عن الكونتينيوس فورير سيريس ان الديسكريت كان بتبقى بريودك والكونتينيوس كانت بتبقى نون بريودك؟ خلي بالك السيجنال، انا بقول لك عايزه مذاكره جامده، والمواضيع ايه في ترابط ما بينهم، اي نعم، بس لو ما ذاكرتش الدنيا تتوه. لذلك انتوا سالتوا، انا استشعرت من الاسئله ان الناس عايزه تسهل على نفسها وتسمع الفيديو من غير ما تكتب بايديها وتحل بنفسها. فطالما ما بتحلش ايدك ما بتحلش، مش هعرف اعمل لك حاجه في السيجنال بالذات. اللينياريتي، لو عندك تو سيجنال مجموعين على بعض، لما تجيب لهم فورير ترانسفورم هيبقوا اتنين سيجنال مجموعين على بعض، ولو ضربوا في ثوابت هيضربوا في نفس الثوابت دي. اللينياريتي، التايم شيفت، هي نفس القواعد اللي خدتها في فورير سيريس. شفت بان نود يكافئ انك بتضرب في يوسي سالب جي اوميجا ان نود. لو ضربت في اكسبوننشال يكافئ انك شفت باشاره عكسيه. الكلام ده كله مش قلناه في الديسكريت فورير سيريس؟ لو انت شفت، يبقى لو شفتنا يكافئ انك بتضرب في اكسبوننشال هتبقى بنفس الاشاره. لو ضربت في اكسبوننشال في التايم يكافئ انك شفت في الفريكونسي باشاره معاكسه. الكونجكت والكونجكت سيمتري طبعا نفس القواعد. بارسيفال ريليشن، السميشن بتاع الايه، الكوفيشن تربيع، هو بيبقى اختلافات بسيطه قوي، 1 على 2 باي الايه الانتجريشن بتاع الفريكونسي دومين تربيع. بارسيفال ريليشن اللي كل شويه من ضمن البروبرتيز اللي بنايه بنتكلم عنها. الديفرنس ايكويشنز، الديفرنس فيرست اوردر ديفرنس ايكويشن اللي كانت موجوده عندي في فورير سيريس، ديسكريت فورير سيريس، لما كان بيبقى عندي تو سيجنال مطروحين من بعض، ضربت في واحد ناقص يوس سالب جي اوميجا، لما كانوا سميشن بتاع مجموعه من السيجنال بتضرب في واحد على واحد ناقص يوس سالب جي اوميجا وتجمع الانيشال كونديشن، الكلام ده كله اتقال في الفورير ديسكريت فورير سيريس، هنا بيتعاد تاني في ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. طيب استفاده من البروبرتيز اهي، بيقول لك لو عندك اكس اوف ان بتساوي يو اوف ان، عايز لها ديسكريت تايم فورير ترانسفورم، قال لك انت مش عارف ان الدلتا بواحد، الفورير بتاعها بواحد، طب اليو اوف ان عباره عن ايه؟ هي الدلتا بس متجمعه، سمشن من سالب ما لا نهايه لحد الان دلتا اوف ام، فالسمشن المتجمعه حسب البروبرتيز الاخيره اهي اللي في البرواز الاخير هعوض فيها، كاتبها لي اهي، 1 على 1 ناقص اي اس سالب جي اوميجا، يبقى انت هتضرب الواحد بتاعك ده في 1 على 1 ناقص اي اس سالب جي اوميجا، وهتجمع على باي اكس في اي اس جي 0 وتعمل سميشن دلتا اوف اوميجا ناقص 2 باي كي، يعني هتعوض في هذا البروبرتي اللي بتاعت الاكيوميليشن، هو عوض في البروبرتي بتاعت الاكيوميليشن اهي. 1 على 1 ناقص اي اس سالب جي اوميجا في اكس اوف جي اوميجا اللي هي بواحد، زائد الباي كي من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه دلتا اوف اوميجا ناقص كي اهي، انا بعوض فيها اوميجا ناقص 2 باي كي، هي اكس اوف اي اس جي 0 اللي هي بواحد، اكس اوف اي اس جي 0 بواحد يعني باي في واحد، سوري، فباي في واحد ادي باي،
وسميشن من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه دلتا اوف اوميجا ناقص 2 باي كي. نفس يبقى انا البروبرتي بتاعت الاكيوميليشنز استفدت بيها، خدت بالك؟ يبقى ممكن انت بدل ما زي ما قلنا البروبرتي دي فايدتها ايه؟ انك انت حليت مساله وجبت سيجنال مشابهه للسيجنال اللي فاتت ليها علاقه بيها، فتستفيد من العلاقه ديت في ايجاد الايه الفورير بتاعك او الفورير ترانسفورم بتاعك. طبعا الفورير ترانسفورم بتاع ديسكريت تايم فورير ترانسفورم، بقيه البروبرتيز بتاعنا اللي هي مثلا لو في سكيلينج اكس اوف ان على ايه، يعني اكس برضه بتشيل كل جي اوميجا تخليها جي اي اوميجا. التايم ريفرسال لو اكس اوف ان جبت لها فورير طلعت اكس اوف اي اس جي اوميجا، اكس اوف سالب ان حضرتك كل جي اوميجا تقابلك تشيلها وتحط بدلها سالب جي اوميجا استفاده من البروبرتي. التفاضل هو ثابتها بس مش عليك الاثبات، اكس اوف ان عملت لها فورير ترانسفورم اداني اكس اوف اي اس جي اوميجا، لو ضربت في ان السيجنال اتضربت في ان تكافئ ايه فورير ترانسفورم، انك فضلت بالنسبه لاوميجا وضربت، ما تنساش تضرب في الجي، الناس بتنسى الجي دي. يبقى ان في اكس اوف ان تكافئ في فورير ترانسفورم ان حضرتك بتفاضل السيجنال بالنسبه لاوميجا وتضرب في جي. خلاص؟ دي برضو من ضمن البروبرتيز اللي عندك. اكزامبل نستفيد من البروبرتيز فيها ان في اي اس ان يو في ان، حضرتك جبت فورير ترانسفورم بتاعت اي اس ان من شويه، ممكن تستفيد بالعلاقه اللي في الصفحه اللي فاتت اني لما بضرب السيجنال في ان يكافئ في الفريكونسي دومين انك تفاضل مره وتضرب في جي. فحضرتك الاي اس ان لما جبنا لها فورير ترانسفورم طلعت معايا بالشكل ده، واحد على واحد ناقص اي في اي اس سالب جي اوميجا. طب حضرتك عايز ان في اي اس ان، الضرب في ان بيكافئ ايه؟ فاضل مره واضرب في جي. هتفاضل دي مره وتضرب في جي كانك جبت فورير ترانسفورم بتاعت ان في اي اس ان. تاني انت الاي اس ان جبنا لها فورير ترانسفورم قبل كده، لو اتضربت السيجنال في ان تكافئ انك تفاضل السيجنال اللي جبتها دي تفاضلها مره بالنسبه لاوميجا وتضرب في الاخر في جي. فحضرتك هتفاضل مره، يعني واحد على واحد ناقص اف يوس سالب جي اوميجا، هتفاضلها مره هتبقى واحد على واحد ناقص اف يوس سالب جي اوميجا، كل ده تربيع. وتفاضل مره ناخد بالنا ديت تو ذا باور نيجاتيف 1، يعني هتطلع الايه؟ النيجاتيف بره. هتفاضل دي مره بالنسبه للاوميجا، مظبوط؟ لما تيجي تفاضلها بالنسبه للاوميجا هتديني ايه؟ اف اي اس سالب جي اوميجا. خدت بالك؟ فالنيجاتيف اللي عندي ده هيطير، فهيبقى كده. وبعدين نضرب هيبقى في عندي نيجاتيف وهضرب في جي، الكلام ده هضربه في جي، يعني هيبقى عندي، خلي بالك اللي هيطلع معايا كام؟ انا هفاضل دي بالنسبه لايه؟ اهي هكتب كده ايه؟ طبعا انا بفاضل بالنسبه للاوميجا حاجه اطلع، يعني مثلا لما بتيجي تفاضل حضرتك اللي ايه بتقول واحد ناقص اي في اس سالب جي اوميجا، اصبحت واحد ناقص اي في اس سالب جي اوميجا تربيع. فاضل دي بالنسبه للاوميجا، لما تفاضل دي بالنسبه للاوميجا هيبقى في عندك ناقص في ناقص يعني زائد، واي في اس سالب جي اوميجا، صح كده؟ ونتيجه التفاضل بالنسبه لايه الاوميجا في جي هنا، وفي جي قبل كده كمان، يعني ديت طبعا هنا انا تو ذا باور نيجاتيف 1 هيبقى عندي النيجاتيف 1 تطلع بره، يعني في نيجاتيف 1 اهي، وفي نتيجه التفاضل نيجاتيف في نيجاتيف ببوزيتيف جي اي في اس سالب جي اوميجا، وفي عندي جي اصليه موجوده جي في جي بسالب واحد مضروبه في سالب واحد يبقى بقت بوزيتيف واحد، اهي بوزيتيف واحد مفيش حاجه جنبيه، يعني هي عايزه بس ايه بالراحه خالص وانت بتفاضل عشان الاشاره، هي المشكله فيها في المساله دي في الاشاره. فاصبحت اف اي اس سالب جي اوميجا على واحد ناقص ايه؟ اقولها تاني، انت عندك دي واحد ناقص اي اي اس سالب جي اوميجا باور نيجاتيف 1،
لما نيجي نفاضلها النيجاتيف دي هتطلع بره، وهتحط هنا واحد ناقص ايه في اي اس سالب جي اوميجا، معلش كده باور نيجاتيف 2. نفاضل دي بالنسبه للاوميجا، نيجاتيف في نيجاتيف ببوزيتيف هتديني مضروبه كانها في ايه في اي اس سالب جي اوميجا في جي، عشان التفاضل بالنسبه لكذا. طيب حلو قوي. طب الجي وفي جي اصليه في المساله مضروبه فيها، جي في جي بسالب واحد في سالب بقت موجب، وايه في اي اس سالب جي اوميجا اهي، وباور سالب اتنين خلينا الاتنين تحت بس كده، يبقى طلعت لي النتيجه دي. يبقى انا ان في اي اس ان ما جبتش مجموع، لان مجموع ان في اي اس ان لو انا جيت من الديفينيشن رحت عاملها ديسكريت فورير ترانسفورم وقلت انها من صفر لما لا نهايه، ان في اي اس ان في اس سالب جي اوميجا ان، ده التعريف بتاع ديسكريت تايم فورير ترانسفورم، هلاقي نفسي مجموع زي ده مش عارف اجيبه، الان اللي ظهر دي ما عرفتش اجيبه، فاستخدمت البروبرتيز ساعدتني ان انا الاي اس ان جبتها لوحدها قبل كده، وبما ان ضربت في ان يكافئ انك تفاضل النتيجه اللي حصلت عليها من فورير ترانسفورم بتاع اي اس ان، هفاضل بالنسبه لاوميجا واضرب في جي. طبعا لو كان ان بلس 1 اي اس ان، افرض جات لي كده فورير ترانسفورم عايزها بتاعت دي، ايه يعني لما اقسمها من لينيارتي بروبرتي، خدت ان في اي اس ان يو في ان زائد اي اس ان في يو في ان لوحدها، دي لوحدها اقدر اجيب لها فورير ترانسفورم، ودي لوحدها اقدر اجيب لها فورير ترانسفورم، دي جبتها في السلايد اللي فاتت، ودي جبتها اصلا من الاول، الاثنين مجموعين على بعض. واضح يا جماعه؟ الملتبليكيشن في التايم يكافئ ايه في الفريكونسي يا جماعه؟ بنقولها كتير دي. الملتبليكيشن في التايم يكافئ ان انا عملت ايه في الفريكونسي دومين؟ ها حد يرد علي؟ الملتبليكيشن في التايم يكافئ ايه في الفريكونسي دومين؟ ها محدش رد. اعمل لكم كونفليوجن. الله ينور عليك، يكافئ ان انا عملت كونفليوجن اهو كونفليوجن، بس خلي بالك بقى هنا هيبقى في واحد على 2 باي، لو انا بتكلم على الديسكريت تايم فورير ترانسفورم الملتبليكيشن بيكافئ كونفليوجن مضروب في واحد على 2 باي، يعني في سكيلينج بواحد على 2 باي. لكن الكونفليوجن في التايم يكافئ ملتبليكيشن على طول في الفريكونسي من غير واحد على 2 باي، لو كونفليوجن في التايم. هنا بص ملتبليكيشن في التايم كونفليوجن في الفريكونسي مضروب واحد على 2 باي، انما كونفليوجن في التايم يكافئ ملتبليكيشن في الفريكونسي على طول. طبعا الفرق ده عشان الايه المعادلات اللي عندي. طيب بيديني هنا مثلا ديسكريت تايم لينير تايم انفاريانت سيستم، عندي اتش اوف ان اهي واكس اوف ان اهي، بيقول لي هات الواي اوف ان. هسال سؤال، لو انا جبت الواي اوف ان عندي طريقتين، الاوتبوت عباره عن ايه؟ انا قلتها المره اللي فاتت يا جماعه واتخانقنا شويه لقيناكم مش عارفينها، لو عندي انبوت اسمه اكس اهي، ده تايم ولا فريكونس، وده اسمه اتش، وده الواي، ايه العلاقه بين الواي والاكس والاتش؟ يعني الواي بتساوي اكس في اتش مثلا ولا ايه؟ حد يجاوبني بقى في الحته دي. ها حد يجاوب على الحته دي؟ ايه انا مش سامع حاجه. قلت لي كده يا دكتور معلش. بقول ان الواي بتساوي اكس مالها في اتش. هو طبعا الباشمهندس سرور الهجراسي يعني اول المحاضره الكلام اللي قاله ده يعني تعبني مش مخليني عارف ادي المحاضره. ها الواي الاكس مضروب مضروب ايه؟ الواي بتساوي اكس في ان في اتش في ان. لا لا ازعل ازعل، احنا قلنا كده قلنا في ايه؟ لا احنا قلنا في ماده تانية. في ماده تانية؟ ماده ايه دي؟ اكس في اتش حاجه زي كنت كنترول. اه الكنترول كان حضرتك ده فريكونسي وده فريكونسي مش تايم وتايم.
انت كنت شغال اس دومين ولا تي دومين؟ اس اس دومين اس اس يعني اس فريكونسي اس. طيب ما الاس تضرب صح، ما المالتبليكيشن يكافئ ايه؟ كونفليوجن. يبقى حضرتك في التايم ما حولتش، يبقى هتعمل كونفليوجن يا باشمهندس. ليه اللخبطه دي؟ تايم الاكس تايم والاتش اوف ان دي تايم، هتعمل كونفليوجن وليس مالتبليكيشن. طب امتى اعمل مالتبليكيشن؟ ان ده يبقى في الفريكوانسي، يبقى ده فريكوانسي، ده اوميجا وده اوميجا، او اس واس. انت فاكر اللابلاس؟ خلينا بقى في الاوميجا عشان احنا مش موضوعنا لابلاس دلوقتي. فاكس اوف اي اس جي اوميجا الفا اس ان عباره عن ايه يا جماعه؟ حسبناها واحد على واحد ناقص الفا في اس سالب جي اوميجا، وبيتا اس ان واحد على واحد ناقص بيتا في اس سالب جي اوميجا، حولناها الفريكونسي. نقدر نجيب الواي اوف اوميجا او واي اوف اي اس جي اوميجا، ان احنا نضرب الاثنين في بعض، نضرب الاثنين لانهم بقوا فريكونسي، لكن اياك تضربهم وهم تايم صفر مستريح. لو ضربتهم وهم تايم ما ينفعش. فحضرتك هتضربهم بعد ما نضرب عشان نرجعهم للتايم. ايه العمليه اللي بنعملها عشان نرجع للتايم؟ بنفس الطريقه اللي قلناها في الايه، في الكونتينوس، بنقولها في الديسكريت. بنعمل ايه يا جماعه؟ ها بنعمل التايم فريكونسي بعمل كونفليوجن. بنعمل ايه؟ التايم فريكونسي بعمل كونفليوجن. لو هي في التايم بنعمل كونفليوجن، ما دي احنا خلصنا منها واشتغلنا فريكونسي فضربنا. لو انا عايز ارجعها للتايم، الفريكونسي عايز ارجعه للتايم، اعمل ايه؟ بضرب مالتيبليكيشن. ما انا عملت مالتيبليكيشن، عايز ارجع بقى الناتج النهائي ده، عايز ارجعه للتايم، اعمل ايه؟ الناتج النهائي بعد الضرب عايز ارجعه للتايم، اعمل ايه؟ واحد على يا باشمهندسين بنعمل بارشال فراكشن. بارشال فراكشن يا اخواني، بارشال فراكشن اهي زي ما انت شايف، ثابت على واحد ناقص الفا في يوس سالب جي اوميجا زائد بي على واحد ناقص بيتا في يوس سالب جي اوميجا. حضرتك الثوابت الاي والبي دول بقى جيبهم براحتك. المهم لما يبقى عندي ده اجيب له الانفرس بتاعه سهل، الفا اس ان، وده الانفرس بتاعه بيتا اس ان. يبقى ايه في الفا اس ان زائد في يو اف ان طبعا، زائد بي في بيتا اس ان في يو اف ان، صح؟ صح ولا لا؟ وطبعا جيب الثوابت بقى، هي طبعا كل دي عايز يجيب الثوابت بتاعته. عارفين تجيبوا الثوابت بمجرد النظر؟ مش انتوا تعرضتوا للمساله دي لما حلينا الكونتينوس يا جماعه؟ مش احنا حلينا الكونتينوس تايم سيجنال، عملنا العمليه دي ولا ما عملناهاش؟ شبابنا الغالي، الصمت التام بتاعكم ده منافع في السيجنال بصراحه. انا حاسس ان انا بكلم نفسي. فاكرين هذا الكلام؟ فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ هو النت عندي شكله فيه مشكلة ولا ايه؟ بيبعت لي رسالة اهو. الناس سامعاني؟ سامعيني؟ ايوه. طيب انا كنت بتكلم على الجزئية بتاعت انك حضرتك بتعمل بارشال فراكشن وبعدين بتطلع السيجنال اللي هي الحركة اللي عملناها دي، ونرجع السيجنال للتايم دومين. الكلام ده احنا قلناه قبل كده، قلناه لما اتكلمنا على الكونتينوس تايم سيجنال. طيب احنا فاضل لنا كده، اتكلمنا على نون بريودك، فاضل بس البريودك سيجنال. نفس الكلام اللي قلناه بقى، انا اتكلمت على نون بريودك ديسكريت سيجنال، عايز اتكلم على بريودك سيجنال. هي الحركه اللي عملتها اول المحاضره، ايه بس بضرب في ايه بقى؟ فاكرين لما قلت 2 باي اي كي في دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نود؟ هنا المرة دي بقى بالنسبة للديسكريت حضرتك بس هتضرب، هتجيب فورير سيريس الأول، يعني أول خطوة هتجيب فورير سيريس، بعد كده هتضرب سميشن 2 باي اي كي دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نوت برضو، والاوميجا نوت هي 2 باي على ان. هي الكلام الكلام بيعاد كذا مرة.
فعندك السيجنال كوساين اوميجا نود ان زي ما اتكلمنا في الكونتينوس تايم. لما نجيب الاول نجيب الفوريير سيريس الاول طالما هي بيريودك، بعد ما تجيب لها فوريير سيريس تجيب لها فوريير ترانسفورم. يعني الخلاصه لو المساله بتاعتي بيريودك وطلب منك فوريير سيريس سواء ديسكريت او كونتينوس، اول خطوه بتحسب فوريير سيريس. بعد ما تحسب فوريير سيريس تعوض في القانون بتاع السمشن 2 باي اي كي دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نود بس. فحضرتك لما كوساين اوميجا نود ان زي ما حسبناها في اوميجا نود تي، حضرتك عباره عن تقدر تعبر عنها بدلاله الاكسبوننشال نفس الفكره، نص اي اس جي اوميجا نود ان زائد نص اي اس سالب جي اوميجا نود ان اهي، تقدر تعبر عنها بدلاله الاكسبوننشال. بعد كده تروح كاتب ايه؟ 2 باي سميشن. خدت بالك؟ طب هسأل سؤال ذكي بقى هنا، فاكرين لما شرحنا فورير سيريس بتاع الديسكريت وفورير سيريس بتاع الكونتينوس كان الفرق بينهم في ايه؟ حد يجاوب على الحتة دي بقى عشان ايه مهمة. ها حد يجاوبني، لما كنا السيجنال بتاعتنا ديسكريت وجبنا لها فورير سيريس فرقت ايه لما السيجنال كانت كونتينوس وجبنا لها الفورير سيريس؟ كانت فرق في ايه يا جماعة؟ ها فاكرين في الفورير سيريس بتاع الديسكريت مش قلنا انها بريودك بتتكرر؟ فاكرين الحته دي ولا لا؟ ها فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ يا شباب فاكرين؟ فاكرين ايوه يا دكتور بريودك بتتكرر بالظبط. فالبريودك بتتكرر، فحضرتك لما تيجي تقول 2 باي اي كي 2 باي اي كي في دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نود، السيجنال عماله بتتكرر ببيريود معين، فعشان كده انت ما طلعتهاش اوميجا نود وسالب اوميجا نود بس، لا السيجنال بتاعتك اتكررت كل فتره معينه وفي كل فتره زمنيه زي ما انت شايف كده اهي، دلتا اوف اوميجا ناقص اوميجا نود. عشان كده في الاكسبريشن دلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نود المفروض من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، ان السيجنال عماله بتتكرر. يعني انت هتعمل التو سيجنال بتوعك او التو كوفيشنتس بتوعك زي ما عملتهم بس مضروبين في سكيل اللي هو 2 باي، خدت بالك؟ لان هو 2 باي اي كي ومتعوض عنهم بدلتا اوف اوميجا ناقص كي اوميجا نود، يعني اماكنهم عند سالب اوميجا نود وموجب اوميجا نود ويتكرروا مره اخرى، اهي واحده اوميجا نود واحده سالب اوميجا نود يتكرروا كل 2 باي اهي، كل 2 باي تكررهم بقى يمينا ويسارا لان السيجنال بتاعتك اصبحت متكرره. هي نفس الكلام، وبرضه بالنسبه للسيجنال بتاعت الساين نفس الكلام هو هو. هنا بقى عامل لك زي جدول وفورميولا بيختصر لك الكلام اللي احنا قلناه في اخر تو سلايدز كده. احنا خلصنا فورير ترانسفورم كلها كده، احنا خلصنا يا جماعه كل فورير اناليسيز للتحويل من التايم دومين الى الفريكوانسي دومين المقرره عليك في المنهج. يعني احنا عملنا ايه؟ الاول قسمنا عشان بس انظم لك العمليه، السيجنال قلنا لو كانت بيريودك هنتكلم على حاجه اسمها فورير سيريس، اتكلمنا على الكونتينوس سيجنال والديسكريت سيجنال، بعد كده اتكلمنا على البروبرتيز بتاعت الكونتينوس سيجنال والبروبرتيز بتاعت الديسكريت سيجنال، ده كله تبع فورير سيريس. بعد كده اتكلمنا على فورير ترانسفورم، فورير ترانسفورم ده شغال على كونتينوس سيجنال برضه وديسكريت سيجنال. الكونتينوس سيجنال دي ممكن تكون بيريودك او نون بيريودك، وكذلك الديسكريت سيجنال ممكن تكون بيريودك او نون بيريودك. اشتغلنا على الاربع انواع دول، يبقى في الفورير ترانسفورم اشتغلنا على اربع انواع بالبروبرتيز بتاعتهم، انما في الفورير سيريس اشتغلنا على نوعين بس. ايه النوعين؟ بيريودك كونتينوس وبيريودك ديسكريت، واشتغلنا على البروبرتيز بتاعتهم. يعني ملخص كل الكلام اللي بنقوله ان دول ست حاجات، المفروض انهم ست حاجات. فورير سيريس حاجتين وفورير ترانسفورم اربع حاجات بالبروبرتيز بتاعتهم. واضح الكلام ده؟
ده كل اللي احنا قلناه في فورميولا كده ملخصه لك ايه العمليه كلها بالنسبه لك، بالنسبه لفوريير سيريس وفوريير ايه ترانسفورم، سواء السيجنال دي ديسكريت او سواء السيجنال دي كونتينوس. دي موجوده عندك في اخر سلايد في الايه في الليكتشرز رقم 9. واضح؟ طبعا هو كان احنا نزلنا لك المحاضرات كلها باوربوينت، يعني المحاضرات في حد ما عندوش المحاضرات باوربوينت؟ يا شيخ مش معانا المحاضره، المحاضره كانت بتستخدم مش معانا احنا الفترة معانا دي. احنا ثواني بس احنا انا احنا بعتين لكم ال10 محاضرات يا جماعه، ال10 بس مرتين. كان ناقص فيها التاسع ده. استنى استنى، طب انتوا كده في اي كان ناقص اسئله؟ فيها التاسع. طب في اي اسئله لحد كده؟ احنا دلوقتي فاضل لنا محاضره اللي هي شرح السامبلنج بروسيس، لان ده احدى الابلكيشن المهم على السيجنال. دي ممكن اشرحها لك زي ما قلت في بدايه المحاضره اللي جايه بتاعت الاونلاين، مش هتاخد مني اكتر من نص ساعه، وبعد كده مراجعه. ماشي؟ انا هسيب بس المحاضره دي.